القرض أمسي مير بهراء جمعية بدائل للطفولة والشباب والمقهرة في الطحين المهرجان الحلقة باسم المجلس الجماعي لمدينة زنيت أركو البهراء مشكار أراو كيني مسد المقهرة تلقى يوم مقهر بهريس تومان تلقى يوم مقهر اللي اهتم نسيت الجاني الحمص التراث اللي قال في الحقيقة غامور دطير ولا غامور دطير ولا دطار وبالتالي يحتاج زود المناسبات باش تكيد الحيوط. كنشكرو باسم المجلس الجماعي القائمين على هذه التظاهرة الثقافية المهمة جدا. كنشكرو جمعية بدائل الطفولة والشباب لأنها التفتت لواحد التراث مهدد بالاندثار وبالتالي كتستحق منا كل تشجيع وكل تقدير. طبعا الفن ديال الحلقة كنعرفو الجميع بأنه عنده واحد الدور مهم جدا في الحفاظ على الذاكرة الشعبية في الحفاظ على الموروث الثقافي ديال الشعوب. وكنعرفو الجميع بأن مجموعة من المدن وعلى رأسها مثلا مدينة مراكش معروفة بجمع الحنا ومعروفة بالحلقة. فنحن كنعرفو جميع بأن ما يمكنش واحد يزور مدينة مراكش إلا ما انتبه وإلا ما داكش خصص واحد الوقت باش يزور هذيك الساحة العالمية الشهيرة. وبالتالي هذا الفن هذا في الحقيقة ما مكنهناش على مستوى مدينة تزنيت باش يتعاود يتحيا من جديد ويكون واحد الفضاء حر لكافة الفعاليات ولكافة المهتمين بهذا الفن هذا خاصة في الساحة العمومية. نشد بحرارة على أيدي جمعية بدائل الطفولة والشباب ونتمناو أن هذه التظاهرة هذه النسخة ديالها تلقى واحد الإقبال وتلقى واحد التفاعل الإيجابي من قبل الشباب ومن قبل الساكنة ديال المدينة خاصة وأنها أن المنظمين اختاروا أنهم ينظموها في مجموعة من الساحات العمومية. إذا كنشكرهم ونتمناو النجاح والتوفيق في هذه التظاهرة ونقدموا لكم التحايا ديال السيد رئيس المجلس الجماعي وكافة الأعضاء وكذلك نتمنى لكم شهر مبارك كريم. شكرا.